مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور، ويا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل المباشر والحي من قلب الشارقة، النابض بالتراث وبعبق الماضي وبأيام الشارقة التراثية في دورتها المتجددة مشاهدينا الكرام، والتي تشهد إقبالاً وكذلك مشاركة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، العربية منها والأجنبية. وكذلك بدأت هذه الأيام مشاهدينا الكرام في الانطلاقة هناك في المدن والمناطق التي تتبع إمارة الشارقة في المنطقتين الوسطى والشرقية، وشهدت كذلك إقبالا جيدا وتفاعلا من قبل أهالي هذه المناطق وزوارها، وأسدل الستار على البعض منها مشاهدينا الكرام. لذا هذه فرصة للاستفادة ولكذلك الاستمتاع بما تبقى من أيام قلائل على إسدال الستار على هذه الأيام ما لم يستجد جديد. طبعا في هذه الأيام هنا بالتحديد في مدينة الشارقة مشاهدينا الكرام توجد العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، توجد العديد من البيئات الجبلية الصحراوية الزراعية والبدوية وغيرها كذلك مشاهدينا الكرام، فرصة للزيارة للتعرف. هناك أركان مخصصة للصغار، هناك كذلك أركان مخصصة للاستكشاف، هناك مشاركات لعدد من الدوائر الحكومية، مجموعة من التفاصيل المتنوعة لا يمكن أن نحصيها من خلال هذه المقدمة. لذا هذه دعوة لزيارة هذا المكان للاستمتاع برفقة العائلة والأصدقاء فيما تبقى من أيام، ونظرا لأن الأجواء جميلة حاليا ومشجعة على هذه الزيارة. إذن في حلقة الليلة العديد من التفاصيل، هناك ضيوف، هناك تقارير، هناك نقلات، ولكن في البداية كما جرت العادة سأنتقل مشاهدينا الكرام إلى الزميلة شماء المازمي التي تتواجد في أحد أركان أيام الشارقة التراثية لتطلعنا على جديد هذا اليوم. مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويسعدني أن أرحب بكم هنا من ساحة أيام الشارقة التراثية وبالتحديد قرية تراث العالم، نتعرف على تراث وعادات وتقاليد ومنتجات دول العالم المشاركة في أيام الشارقة التراثية. وفي هذه الأثناء أنا متواجدة حاليا عند الجناح السوداني، ويسعدني أن أرحب بالوالد صلاح كرم الله علي. الوالد نرحب بك معنا، حياك الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ومشكورين تلفزيون الشارقة، والشكر وصله للشيخ الدكتور سلطان القاسمي والقائد التراث ومنسق التراث الدكتور عبد العزيز المسلم، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. الوالد، نتحدث عن مشاركتكم هنا في قرية تراث العالم، وهاي مش المشاركة الأولى كما أعرف. والله دي المشاركة العاشرة بكل يعني من الدورة العاشرة نحن بنشارك، والحمد لله بنشارك منتجات السودان العامة، هي المواد الغذائية والمواد الجلدية بصورة خاصة. كما تشاهدين يعني في مواد جلدية كلها، مطابق نسائية أو شنط نسائية، وهنا كلها برضو حاجات كلها من الجلد، وهنا برضو المواد الغذائية هي الكركديه والصمغ العربي والتبلدي وفي العسل السوداني الأصلي. هذه المنتجات جميعها طبيعية؟ كلها طبيعية، كلها، وحتى الجفير يعني بالنسبة لنا بنقول الجفير هناك بالقفة من السعف، طبعا كلها منتجات بشغل يدوي، كله شغل يدوي. حابة أتكلم معاك الوالد عن الدروع التي تم تعليقها على جدران الجناح، ما شاء الله لاحظت تنوعها وتنوعها واختلاف الألوان والرسمات والرسوم اللي موجودة عليها، فحدثنا عنها. والله تعتبر هي نظام، يقول عليها نظام من السعف، هي طبق كده، هي تعتبر يعني للقبائل السودانية مثلا، هذا وجه من الأوسط وده وسط من القرب كده تقريبا. أما السهام دي، السهم ده هو عبارة عن لعبات للأطفال يعني أو زينة كمان، ويعني برضو مصنوع برضو من الخشب بتاع لبنوس ومكسبي شوية من الجلد.
نعم، انت اباك تحدث لي عن القوس والسهم والالوان والنقوش اللي مرسومه على كل قوس وحافظ للاسهم. القوس والسهم ده طبعا هو شغل يدوي، وبيشتغلوا في السودان من تقريبا من جنوب السودان هم، وشغل يدوي بيستعملوا من خشب الابانوس، خشب قوي، وبيكسوه او الزخرف بتاعه بالجلد. نعم ايوه نعم ما شاء الله. وهناك ايضا هنا ما شاء الله عندنا جلد افعى ما شاء الله ممتد على امتداد الجناح، فلو تحدثنا عنه هل هذا طبيعي؟ هذا طبيعي، الجلد افعى كبير، هناك في السودان بنقول له الاصله. كيف تم تنشيفه ووضعه هنا في الجناح؟ والله هو طبعا بيتنشف تقريبا هو بالقرض كما معلوم، بعد ما هنا بيبقى ناشف، بعدين بيعملوا منه الشرط، صناعة الشنط، صناعة الأحذية من الجلد بتاع الثعبان الكبير هذا. وهناك ايضا هنا لوحات معلقه من ايضا الجلد ولكن عليها صور من القران، فلو تحدثنا عن هذه. هذا جلد بتاع ابقار وجلد بتاع اغنام، بيكتب عليها ايات من القران الكريم، وكل شغل يدوي، كل شغل يدوي، يعني كل شغل باليد. اتوقع نوع الحبر الذي يتم استخدامه على هذا الجلد هو يختلف عن نوع الحبر الذي يستخدم على الورق، صحيح؟ نعم، زي الحبر بتاع الخلاوي بتاع اللحان الزمان ذاك، يعني ده الحبر اللي يكون متوفر في بيشتغلوه الناس هناك. الوالد عندنا ايضا حقائب معروضه ما شاء الله، بعض منها من الجلد والبعض الاخر من القش، فلو تحدثنا عن هذه الحقائب. وهناك ايضا مزيج بين القش والجلد. ايوه، بالنسبه للحقائب دي حقائب هي جلديه كلها، حقائب تماسيح وحقائب من الثعابين الكبيره، وهنا السعف ده كله من السعف او القوس بتاع النخيل، برضه بيستعملوا منه للشنط النسائي. وهناك برضه هناك فيه السبح، المسابح دي هي عباره من عظم الابل، المسابح هذا من عظم الابل، يعني سبحان الله، يعني الناس بتتفنن، يعني ده كل المسبحه دي من العظم بتاع الابل، وده كله شغل يدوي. وهنا برضه هنا القرون دي قرون بتاعت ابقار، برضه بتتقص القرن بيشتغلوا فيه رسومات وآيات قرآنية، يعني كل شغل يدوي. ما شاء الله، هناك أيضا لاحظت وجود الحنة، يعني هذا الشيء جدا ضروري لنا نحن نسعى. الحنة طبعا معروفة في السودان، والحنة طبعا هي حنة سوداء، حنة طبيعية، وديما الحنة هناك موجود بكثرة في السودان. طبعا هناك أيضا أرم لربما هي حلويات أو حل. لا هذا شجر اسمه شجر التبلدي. ما شاء الله، ده عصير بالتبلدي. هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، أول مرة أشوفها. لو خشيت النت بتعرف التبلدي فوائده، يعني فوائده عظيمة كبيرة شديدة، يعني وبالنسبة له هو بتخفيض الكوليسترول، يعني بيشيل السمنة. التبلدي معروف، يعني شجر التبلدي شجر كبير في السودان، وبيحفظ الموية حتى في الجفاف، شجر ضخم يعني في السودان موجود اسمه التبلدي، بالإضافة لشجر الصمغ وشجر الكركديه كله. ما شاء الله، هذه معلومات جديدة أنا علي وأول مرة أشوفها، لكن شكل مفيد للصحة جدا. أيوة، جربوا الأخوان هنا في الأمارات والسعوديين كلهم جربوا الحكي، وهسه الحمد لله هو ماشي، يعني ماشي هسه، لو ملاحظة إنه قرب ينتهي. أيوة والله، ما شاء الله ما شاء الله. الوالد صلاح كرم الله علي، مشارك في الجناح السوداني، شكرا لك على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات والمعلومات الجديدة اللي تعلمتها أنا أيضا. بارك الله فيكم، مشكورين تلفزيون الشارقة، وجزاكم الله كل خير، وتحياتنا لأهل الشارقة عامة، بارك الله فيكم والتحية. جزاك الله خير الوالد. إذا المشاهدين، أنا بعدني ما زلت متواصلة معاكم من قرية تراث العالم لنتعرف أيضا على الأجنحة الأخرى المشاركة هنا. ما شاء الله، هناك تعدد في الأجنحة والثقافات والعادات والتقاليد والمنتجات أيضا اللي بإمكانكم شرائها. وحاليا أنا وصلت عند الجناح العراقي، ومعي الآن فاتن الجوري مشارك الجواري. عفوا، حياك الله معنا. ما شاء الله، شرفتونا، وأتوجه بالشكر الجزيل للتلفزيون الشارقة والقرية التراث، أشكرهم الشكر الجزيل على إتاحة لنا هذه الفرصة حتى نعبر ونحكي عن حضارة العراق وتاريخ العراق وتراث العراق.
خلينا نتحدث أول شيء عن مشاركتكم في قرية تراث العالم، هذه مش المشاركة الأولى، أنتم حريصينكم تكونون موجودين وما شاء الله في كل سنة تتميزون بمشاركتكم، فحدثينا عن هالمشاركة. أهلا وسهلا بكم. بداية إحنا مو أول مرة نشارك، هذه يعني تقريبا أنا بالنسبة إلي للمرة الخامسة، يعني شلون نقول 5 سنين على التوالي. هالسنة هذه أنا تخصصت، أنا أخذت الجناح، في السابق كان اللي زملائي العراقيين. تحبين أنه أتكلم عن أي شيء يعني يخص العراق؟ ما أعرف بعد. مبدئيا أنه كلها قدامك حبيبتي، وأسئلي أنت وأنا أجاوبك، أو إذا حبيتي أنا أشرح. تمام، احنا بنبدا نقطة يعني من بداية من اللوحات اللي عندنا ما شاء الله والمعلقات على الجدار. نعم. بنبتدي فيهم. اهلا وسهلا بيك. اولا مبدئيا شوفي هذا الجانب، الطاولة هاي تتكون مثلا على سبيل المثال، هاي الصوبة نسميها صوبة بس هي مدفأة، زمان اول تراث قبل، هذه نسميها لالة اللي هي كانت تضوي الغرف بالعراق سابقا قبل الكهرباء، وهذه السلال اللي عادات وتقاليد. لا تنسين انه بداية، عفوا انتو نسيتوا العباية العراقية والشرغد العراقي والدجداشة العراقية اللي امهاتنا القبل، اجدادنا وتراثنا هذا ملابسنا. بالنسبة لهذه خارطة العراق وبها مثلا على الرسم على الجلد مثلا اسد بابل، جنائن المعلقة، عشتار، الثور المجنح، حمورابي، سرجون الأكدي، كلها موجودة هسه مثل ما تشوفون حضراتكم. بالنسبة للوحات هذا الزي، هذا يسموه بالعراقي هاشمي. بالنسبة للباقي إذا تسمحين والكاميرا يصورنا الأخ، هذه لوحة عبارة عن المدفأة والقوري اللي هو الإبريق الشاي والاستكان الشاي هذا، وهذه الامرأة العراقية تمثلها يعني انه القعدة الحميمة بالشتاء بالصيف، هاي قبل. هذول مثل ما تشوفين التحف والرسوم على الزجاج وعلى الهاند ميد، هي هاي كلها هذا فن تشكيلي. بالنسبة لهذه اللوحة اللي هي يسموها ثور عشتار، اذا تسمحون ثور عشتار المجنح، زين، هذه يدوي، هذه تقريبا صار لها 130 سنة، زين. بالنسبة لهذولا احنا سبع عيون نسميها، سبع عيون شوفيها اللي هي من تاريخ وحضارة العراق، هاي ملوية السامراء نصب الشهيد، الصوبة، الأشياء تخص العراق وسبع عيون، ومثل ما تشوفين هاي كل هاللوحات تمثل تراث وتاريخ العراق. نعم. أبغى أتكلم معك عن المجوهرات أيضا المعروضة أمامنا. نعم. هل هي مجوهرات من صنع اليد؟ لا، هذه مطلية، مجوهرات مطلية، بس احنا بما انه انتو حضراتكم كاتبين التراث والمستقبل، فهذه التراث وهذا المستقبل ان شاء الله. ما شاء الله. بغيت اتكلم معك عن اللي هو اتوقع ممكن ربما حافظ للعصير او حافظ لشو بالضبط هو؟ هذا حافظ للعصائر، يعني هذا تلف احنا نقول تلف طوابق، تقدرين تحطين مثلا يخص رمضان وشون نقول مشروبات رمضان، مثلا لبن، تمر هند، قمر الدين، كله نحطه، يعني مثلا هذا كذا هذا كذا هذا كذا بس. ونورتونا وشرفتونا ما شاء الله. فاتن الجواري، شكرا لك على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله، واهلا وسهلا بكم باي وقت. اذا مشاهدينا عودا اني للزميل محمد في الاستديو. محمد لك الكلمه. شكرا لك شمة، وشكر موصول لضيفتك الكريمة. إذن مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل المباشر والحي لأيام الشارقة التراثية من منطقة قلب الشارقة، وهذه المرة إلى هذا التقرير حول مشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة في أيام الشارقة التراثية، ولا شك بأنها مميزة وثرية كما هي عادة المملكة وكما عودتنا في جميع مشاركاتها في أيام الشارقة التراثية وغيرها من المناسبات الأخرى. تقريرنا التالي يسلط الضوء على هذه المشاركة. رحلة
إلى تراث المملكة العربية السعودية تأخذنا إليها أيام الشارقة التراثية في دورتها 19، لتعود بنا إلى الزمن الجميل وتحيي ماضي الأجداد العريق في إبراز هوية التراث السعودي الغني والمتنوع من خلال مشاركة عدد من الحرف التراثية الأصيلة والفرق الفنية الفولكلورية التي تجسد الفن السعودي في هذه الأيام. أنا طبعاً ممثلة للأزياء السعودية طبعاً في معاكم في هذا المعرض، والأزياء السعودية زي ما عندكم في الإمارات المدن كثيرة والأزياء تختلف من منطقة لمنطقة، فإحنا نعرف جميع مناطقنا في المملكة. عندنا طبعاً المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، هذه كل منطقة نعرف بزي له نقشات وله بصمة، من يوم ما تشوف أحد يلبسها تقول هذه من المنطقة الفلانية. يعني مشاركة الحرفيات السعوديات لفتت أنظار زوار أيام الشارقة التراثية لما يقدمنه من حرف تراثية وتحديداً الأزياء، حيث لكل منطقة في المملكة لباسها الخاص الذي يمكن تمييزه باختلاف ألوان اللباس وكيفية حياكته ومن التطريز المنقوش عليه، مما يميز كل منطقة عن غيرها. واللي مالها هو المال التالي، يعني الأساس هو الأصل، والمفروض يعني بناتنا وأخواتنا إنهم يحيون التراث ولا يندثر، بالعكس هذا يعتزون فيه، يعني مهما كان هذا الأصل، هذا الأصل، وهذا جداتنا وأمهاتنا، ويعني هذول اللي هم أحيوه. تعرض الأيام التراث الثقافي بتنوعاته المختلفة خليجي وعربي وعالمي، مما يسهم في بناء جسر التواصل بين الشعوب وربط الماضي بالحاضر وتوظيف أدوات التراث في تحقيق المزيد من الإنجاز للمستقبل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذه عودة لكذلك بث مشاهدينا الكرام هذه الحلقة وكذلك الفقرات والتفاصيل الخاصة بحلقة الليلة وما تحتويه من موضوعات في غاية الأهمية لا شك. يعني هذه المرة سنتوقف عند مشاركة الدوائر الحكومية والمؤسسات في أيام الشارقة التراثية. هذه المشاركة مميزة لا شك بأنها من دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، وهي تعتبر ثاني أكبر مشاركة في أيام الشارقة التراثية في دورتها الحالية. حول طبيعة هذه المشاركة وأبرز الفعاليات والأنشطة المصاحبة وكذلك ما يقدم للزوار في جناح دائرة شؤون الضواحي والقرى، يسرنا استضافة سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عضو المجلس التنفيذي بحكومة الشارقة. مساك الله بالخير يا أبو سالم وحياك الله معنا. مساكم الله بالخير، وشاكر تسليط الضوء على الجهات المشاركة في أيام الشارقة التراثية، ونتمنى أن تكون دائرة شؤون الضواحي والقرى من الجهات الفاعلة في هذه المشاركة. لا شك أبو سالم، حدثنا عن طبيعة هذه المشاركة سعادتك، وما الذي تعنيه لكم مشاركتكم في أيام الشارقة التراثية؟ دائرة شؤون الضواحي والقرى حال باقي الدوائر الحكومية والجهات المشاركة معهم، ولكن احنا بالنسبة لنا معهد الشارقة للتراث حقيقة يعني لنا الكثير، نحن هو شريكنا الاستراتيجي في كل الفعاليات اللي نعملها، وهو جزء مهم، وبالنسبة لفعالياتنا أيضا هو مشارك في ضواحي من حوالي 10 سنوات، وإحنا عندهم الحين تقريبا من 10 سنوات. بالنسبة للمعهد مثل ما أقول لك هو شريك معانا دائما، فيأخذ دائما من ضواحي 25% من مساحة الأرض اللي تقام عليها ضواحي، لأن هم مادة حقيقة غنية جدا لنا في صحيح. المشاركات، فمن باب الحق والمشاركة يجب أن أيضا نعطيهم كل ما نملك في مشاركاتنا هني. نموذج للشراكات الاستراتيجية الفاعلة
شراكة فيما بين دائرة شؤون ضواحي والقرى ومعهد الشارقة للتراث، لكن يعني من خلال مشاركتكم هذه هناك يعني أهداف تسعون لتحقيقها، ما الذي تسعى لتحقيقه دائرة شؤون ضواحي والقرى من خلال المشاركة هذه؟ حقيقة دائرة شؤون ضواحي والقرى وصلت إلى ما تبغي توصل له إن صح التعبير، يعني حقيقة الدائرة سعت كثير خلال العشر سنوات اللي فاتت وآخرها كان ضواحي 10 إلى أن تأصل لنفسها تأخذ موقع من مشاركات، يمكن نكون الدائرة الوحيدة اللي ما وقفت مشاركات خلال العشر سنوات، يمكن جائحة كورونا منعت كثير من الجهات أن تقيم مناسبات وفعاليات، إحنا ما وقفنا رغم الجائحة في 20 كانت صعبة للغاية إلا أن إحنا أيضا ما وقفنا، فإحنا عندنا تحدي داخلي في الدائرة وعندنا ما شاء الله مجموعة من الشباب المتحمسين لأي موقف، وأمر مثل هذا يدعينا للمشاركة في أيام الشارقة التراثية، ودائما مشاركاتنا ما تكون عادية، إذا صحيح. وصلنا إلى القمة فالمفروض نحافظ عليها إذا ما بنصعد أكثر خطوة، فدائما مشاركاتنا مختلفة في صحيح. كل مشاركة سواء هنا أو مع أي جهة أخرى. صحيح، من الملاحظ سعادتك بأن في كل دورة في كل نسخة من نسخ أيام الشارقة التراثية هناك إضافات على مشاركة دائرة شؤون ضواحي والقرى، هناك فعاليات متجددة، هناك جانب مميز في هذه المشاركة، المشاركة لا تكون تكرار لما تم عرضه في كل سنة من السنوات السابقة، هذا العام ما هو الجديد؟ مثل ما ذكرت لك احنا في كل سنة شيء جديد صحيح. وهذا العام نعم ايضا هناك الجديد، يعني جزاهم الله خير هم ميزونا انهم يعطونا العرش الثلاثة في الساحة الرئيسية، وهذا يعني كلمة شكر اقدمها لهم من خلال منبركم هنا. بالنسبة لنا ومشاركاتنا احنا بالنسبة للعرش، العريش الاول هو العريش التراثي، وإذا دخلت بتلقى على يمينك في منامة، والمنامة طبعا هي جلسة متعلية مثل الجلسة اللي جالسين عليها احنا هذه، متعلية عشان الهواء يعني إذا في سايبة هواء وغيره يعني يستخدمونه أهل العريش. بالنسبة للموقع الرئيسي في هذا العريش استغليناه السنة بشخصية تملك موفور كبير من هذه العينات اللي يعني يمكن السنة اشترطنا على الأخ حسن بصابر وهو يملك عدد كبير جدا من التراثيات، اشترطنا عليه أن نبغي شيء ما عرض من قبل ما شاء الله ما عرض. هذا في جانب المعارض الشخصية. نعم هاي كاميرا البرنامج نعم. حاليا تتواجد في جناح دائرة شؤون الضواحي والقرى. نعم نعم هذا هم بيدخلون العريش ويمكن دخلوا العريش الأولاني. نعم الحين اتجهوا للدكان دكان الأول وشوف اللي موجود فيه، يعني يمكن هذه للعرض فقط ابو سالم ولا للبيع كذلك؟ اعتقد انهم يبيعون في دكان ثاني يبيع الحلويات والمثلجات والى اخره، لكن هذا قد يكون للعرض مش متاكد منه، لكن انا متاكد من المحل الثاني للبيع. جميل هذا نعم هذا في هذا متحف الاخ ابو صابر. نعم خلينا نشوف هذا يدخل العريش الحين وبتشوف اللي موجود، يعني اذا نشوف هنا واحنا في اللقطة هاي شايف الكرة البرتغالية هاي اللي قدامنا. نعم على اليسار. نعم هذا هو الصندوق الأسود للطائرات ما شاء الله. نعم هذا اللي يخزن فيه كل معلومات الطائرة من إقلاعها إلى هبوطها، المحادثات بين نعم الطيار برج المراقبة وكل شيء يصير يعني في خط سير، هذه ما تحتويه الطائرة من معلومات كلها تخزن، وهو اسمه صندوق أسود لكن لونه برتقالي. نعم وطبعا في أمور كثيرة غير هذا في داخل هذا المتحف، ولكن أتمنى أنهم هم يمكن غطوا كذلك في أتصور البارح يمكن غطوا أيضا المتحف هم الأخوة في تلفزيون الشارقة، ولكن من الأمور اللي أذكرها في هذا المكان في سماعة الدكتور اللي هي قد تكون ما حتى أنا سبق وشفت سماعات الدكتور اللي هي اللي القلب يسمع فيها النبض وإلى لا حاجة مختلفة كليا، حاجة قديمة كليا، ففي أمور كثير أيضا ما يسمى بالجرام والأشرطة والسيديز والأمر أمور كثيرة مختلفة، يعني الأشرطة الأولية أنا مستغرب كيف وصلوا لحاجة قبل 50 و90 سنة أن عندهم أشرطة مرنة للغاية كأنها بلاستيك كأنها قرطاسة، ولكن هي مسجلة فيها مواد سواء أغاني أو
أمور كثيرة في في هذا حاجة. أيضا في نفس المعرض بتلقى آلات الطباعة القديمة جدا، بتلقى عندهم مكاين الخياطة، معرض خاص بمكاين الخياطة في الداخل. يعني أنا قد يخوني الرقم، ولكن أعتقد ما لا يقل عن 30 مكينة خياطة كلها قديمة، يعني معرض مكاين خياطة اللي استخدموها الأوليين كلها موجودة هنا بألوانها بماركات اللي كانت تجي من وين. يعني يمكن في البداية كانت تجي من الهند، وعقب عفوا أول من الصين وبعدين من الهند، ويعني معرض كبير جدا مكاين الخياطة. احنا ما زلنا نتكلم عن العريش الأولاني. صحيح صحيح. نعم. يعني ما يميز جناح الدائرة هو احتضان هذا الجناح لعدد من المعارض الشخصية. نعم. أو حتى معارض لجامعي الطوابع على سبيل المثال. نعم. هواة جمع الطوابع وغيرها. خلينا ندخل في العريش الثاني اللي هو طيب. العريش الوسطي. نعم. نعم. أول ما تدخل عيدك اليمين هناك خيمة، هذه كنا نستغلها خلال السنوات اللي فاتت، مسمينه عكس، وعكس تعني الصورة. أه. نعم، اللي هو العكاس يصور. نعم. داخل الواحد يلبس تراثي ويصور له صورة تراثية. بعد تجي المنامة، أيضا نفس المنامة اللي تكلمنا عنها قبل شوي موجودة هناك، ولكن المنامة هي خاصة بذهبة العروس. في شرح وافي من سيدة فاضلة موجودة هناك، وكل ذهبة العروس من ثيابها، عطورها، حناها، جحالها، المباخر، وكذلك المرشات، كل معروض على المنامة. تدخل في الخيمة الكبيرة الوسطية وتلقى معرض الطوابع. الطوابع الأستاذ معتز داخل، هو المختص، ودكتور معتز هو مختص في هذا النوع من الطوابع. تاريخ البريد، أول طابع أصدر في الشارجة، الطوابع التي طوابع الاتحاد وقت قام الاتحاد، وما سواها علاقاتنا مع الدول، سواء مع أمريكا، مع بريطانيا، مع فرنسا، في كل شيء موثق بطوابع قديمة كانت أصدرت لمناسبات خاصة. نعم، لمناسبات معينة. نعم. صحيح صحيح. نعم. أيضا بعد تدخل هذا الجناح، أيضا في جناح آخر اللي هي مدرسة القاسمية. أها. بداية التعليم النظامي. وهناك الأستاذ معنا غزالة همام، هي. نعم. مدرسة في هذه المدرسة، والطلبة ربطنا هذا العام شيء جديد، ربطنا الطلبة أنهم يتعلمون منها ويطلعون يبحثون، هي تسألهم أسئلة تراثية ويطلعون يبحثون في القرية التراثية، في الأجنحة التراثية، سواء الزراعية، الجبلية، البدوية، البحرية، عن الأجوبة. نعم، الأجوبة موجودة حولهم. أها. يطلعون يبحثون ويأخذون لهم جولة، يأخذونهم المدرسة تأخذهم في جولة للطلبة في كل، وأنا أعتقد هذا حاجة مهمة جدا. صحيح. هنا التأصيل. صحيح. هنا إيصال المعلومة للأطفال، هنا التاريخ وترسيخها كذلك، بكشكولهم يطلعون ويسجنون ويسألون ويرجعون يمتحنون. صحيح. نعم. وبعد هذا اللي جاوب منهم له جائزة، وبشكل يومي. يا سلام. الفصول مليان، يعني هو سلام. صحيح فصل، ولكن فصول تنتظر برا، هذا يخلص عشان يدخل الفصل الثاني ويأخذ المعلومات نفسها. سعادتك، وانت تتحدث كنا نشوف بعض الفعاليات. نعم. اللي تنظم بشكل يومي، منها مسابقات للأطفال وغيرها. هناك مسابقات خارج. نعم. أيضا موجود في نفس المكان مسابقات في الساحة، مسابقات يومية للأطفال لكل الأعمار. ما شاء الله. نعم. هناك أيضا في محنية تحني، وأيضا هذا كله من دائرة شؤون ضواحي، لجوائز وهدايا يوميا اللي جاوب صح، واللي ما يجاوب ايضا له جوائز ترضيه. لذلك احنا ما ودنا حد يطلع من الاطفال زعلان. لا شك. نعم، دائرة شؤون ضواحي ديدا عندها ان تفرح الناس، سواء في ضواحي او في مشاركاتنا في الايام خير. التراثيه. هذا العريش الوسطي، واظني ان في حاجه ايضا الدكان الاول. نعم. اللي هو البيع فيه، وبيع فيه البرميت والحلاوه والصبيعات والاشياء القديمه جدا، بتلقونه ايضا في المحل هذا. العام كان عندنا دكان مسوينه برا، والسنه حطيناه في الداخل. شويه زحمه في هذا العريش. نعم. ولكن انا اتمنى ترون
برع العريش، برع العريش طوابير تنتظر هيداك يخلصون عشان يدخلون، يدخلون مكان. اي نعم نعم، بحكم الجائحه يعني قد ما نقدر نحاول يعني نسيطر على هذا، ولكن الحمد لله احنا في الجائحه عملنا، فما بالك الحين الحمد لله الجائحه الله يعينكم ويوفقكم زاحت وراحت الحمد لله. الحمد لله لك والله يبعدها ان شاء الله ويصلح امين حال الامه. ايضا ان تحركت في الخارج بتلقى الكراسي نفس الكراسي اللي جالسين عليها، الكراسي الشعبيه هذه موجوده على كل الواجهه لمنطقتنا هناك وين داير شؤون الضواحي والقرى، كل الناس تجلس برا، وهناك ايضا ضيافه صحيح. لكل شخص يمر على هذه الكراسي، والضيافه الاكبر هي في العريش الثالث هاك ميلس للضيافه ما شاء الله. نعم الناس اللي تجلس داخل اللي ما يبغى يجلس برا يجلس داخل، لكن اغلب الناس تجلس برا تشوف الرايح والجاي صحيح. تشوف الفعاليات، لان احنا قدامنا ساحه كبيره جزاهم الله خير، دائما يعطونا نفس المكان واحنا نشكرهم على هذا المكان، لان احنا في الساحه الرئيسيه صحيح. للايام التراثيه، ودائما الفرق تجي وتعزف قدامنا، لذلك كل اللي جالسين امام دائره شؤون الضواحي مستمتعين، يستمتعون بفرق الجاليات والفلكلور لكل الجاليات تمر قدامنا. سعادتك وانت تتحدث انا استذكر جانب مميز ملفت للنظر في هذا العام وفي كل الاعوام، يمكن هذا العام على وجه الخصوص، هو تواجد الجاليات المختلفة. إذن هناك تواجد لثقافات مختلفة، هناك غير ناطقين باللغة العربية كذلك حريصين على التواجد في أيام الشارقة التراثية وفي زيارة هذه الأجنحة ومن ضمنها جناح دائرة شؤون الضواحي والقرى. ما دلالة ذلك؟ ما هو العنصر الجاذب؟ ما هو الجانب المشترك فيما بين تواجد مثل هؤلاء في مثل هذه الأماكن؟ إحنا بلد مفتوح وبلد فاتح قلبه وإيده، ونرحب بكل الجاليات عندنا سواء في ركننا أو في كل الأجنحة الموجودة حولنا في أيام الشارقة التراثية. نعم. لكن خليني أعود لسؤالك، أعتقد أمر طبيعي أن تتواجد الجاليات، لأن نحن في هذا اليوم يعني أعتقد أن الكل محتاج للكل، الكل محتاج، أنا محتاج للجاليات أن تفهم تاريخي، تدرس ماضي دولتي، تشوف تراثي، تحضر لي، وأنا أيضا محتاج أشوف هذه الجاليات وقت تعرض هي سواء فلكلور أو مقتنيات. يعني جزاهم الله خير، تعرف إمارة الشارقة ومعهد الشارقة للتراث جزء مهم لإبراز هذه المقتنيات وهذا الموروث لكل الناس، سواء نحن كمواطنين عرب موجودين على هذه الأرض أو جاليات غير عربية موجودة هنا. لذلك أنا أعتقد الشارقة موجودة أيضا في اليونسكو لتعرض في كل دول العالم صحيح. واليوم وقت إحنا نعرض هنا فيفترض أن ندعو هذه الجاليات وهذه الدول لتعرض فنونها وكل ما تحويه لنا ولكل الناس اللي موجودة عندنا في الإمارات عشان تشوفهم هنا. فأنا أعتقد هذا أمر طبيعي وجود. نعم هناك تساؤل، إحنا نرى فرق كثيرة من كل مكان موجودة، لكن هذا مش تراثنا. نعم مش تراثنا، ولكن تراثنا موجود عندهم أيضا. مثل ما إحنا تراثنا يعرض عندهم صحيح. هم يعرضون تراثهم عندنا، وتبادل هذه المعلومات بيننا وبين هذه الدول أتصور في صالحنا جميعا. صحيح، مشاركتكم لا شك بأنها مميزة أبو سالم. قبل الختام ولو سريعا، صف لي انطباعك عن مشاهداتك لزياراتك لأيام الشارقة التراثية اللي أقيمت في مدن ومناطق إمارة الشارقة المختلفة في المنطقتين الوسطى والشرقية، وكذلك هناك دائرة شؤون الضواحي والقرى حاضرة ومشاركة. أنا لحسن حظي أني حضرت الافتتاح، والحمد لله أحضر للمرة 19 الحمد لله. نعم سواء في الشارقة في المنطقة الشرقية كذلك في المنطقة الوسطى، يمكن ما تمكنت أني أحضر لكل المناطق أو المدن، ولكن حضرت للأغلب وأتمنى أحضر إن شاء الله، احتمال كبير إن شاء الله إن تمكننا بكرة أو بعد بكرة راح نكون في كلبة، ونحن في دائرة شؤون الضواحي والقرى مو بروحي، لما نزور المناطق هذه نزورها كدائرة صحيح. يعني تكريما لهذه المدن نزورها كدائرة، موظفي الدائرة مسؤولي الدائرة، وبهذا الشكل
يمكن كنا البارح في دبا، وقبل 3 أيام في خورفكان. صحيح. أيضا وإحنا جايين من دبا مرينا الديد. يا سلام. فنعم يعني على الدرب، فنتمنى إن شاء الله كل دبا عفوا نعم البارح كنا في دبا، وكلبة إن شاء الله بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله نمر كلبة، وإن شاء الله نكون غطينا أغلب المناطق بإذن الله. عموما تنافس ما بين هذه الفرق اللي تعمل، أنا أعني الفرق اللي هي إدارات الفرق اللي تعمل حقيقة. صحيح. كلمة حق تنقال. دبا كانت حاجة ثانية مميزة طبعاً، الكل طبعاً الديد بحكم أنه صار الحصن وصارت الشريعة هذه كلها تعطي زخم وتعطي منطقة جديدة، وهي إضافات والله حاجة جميلة اللي حاصل. صحيح. في الديد اليومين هذين حاجة غير متوقعة، لأن من كل مكان يزورون وشيء مفرح، وصارت مثل خورفكان في الفترة الأخيرة. الحمد لله سعادتك، كل مدن الإمارة ما شاء الله مميزة وفيها جانب لا شك بأن يميز كل مدينة عن الأخرى. سعادتك نحن خذيناك كذلك، أعتقد عندك ارتباط آخر. أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، وكذلك الشكر موصول لفريق عمل دائرة شؤون الضواحي والقرى. الله يحفظكم ويسلمكم. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون مشاركتنا إضافة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا بإذن الله إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل في هذه اللحظات إلى الزميلة شماء المازمي لتطلعنا كذلك على جانب آخر من جوانب أيام الشارقة التراثية في أحد الأركان التي تتواجد من خلالها في هذه اللحظات. شكرا لك زميلي محمد. مشاهدينا أنا ما زلت متواصلة معاكم، وتحديدا من البيئة البدوية، ومعاي الداية مريم سيف، وبنتعرف معاها على استخدامات الأعشاب سابقا كيف كانوا يستخدمونها. الوالدة نرحب بك معنا وحياك الله. أهلا مرحبا أمي، حياك الله. يا مرحبا فيك. زين أمي، الحين خلينا نتكلم أكثر عن الأعشاب اللي أمامنا، ما شاء الله أمامنا مجموعة كبيرة، فلو تحدثينا عن الأعشاب هذه وفي شو كنتوا تستخدمونها قبل؟ هذا في ديتش أول العنزروت يستخدمونه عن الكسر. الوالدة ذكر نحن يوم كنا صغار، يعني الحين أنا بكلمك عن 90 يوم في طفولتي، كنا يوم نطيح الله يذكرهم بالخير أمهاتنا ويحفظن يحطولنا كركم وملح، فهل هذا صدق دواء ولا يعني إن هي كانوا يحطونا يطيبون خاطرنا؟ هذا ذكر كركم الذكر يحطونه يسوي له في مال بخار، يفركونه يحطوا فوق الملحة ويداوون في القرح أول ما شادوية، حتى أول ما شيء بعد إذا عندك درام حليان كرم إن شاء الله تفلوا فيه فركوه وداووا فيه القرح، إذا ولد طاح أو كسر راسه أول هذه الأدوية. بعدين إذا ما وقف عن هذا سوى له وش اسمه الأثمت، حطوا له الأثمت أو دقوا له الحنة ودهنوا بالحناري، صبوا له الحناري داخل راسه قواطي مال الحناري مال الأول، وحطوا له الحنة فوق راسه يومين ثلاث يبس روح يطيح. أول متى كانوا يتوسمون أمي؟ الوسم هذا من أول وسم أمي، من أول وسم. إذا واحد مريض وسموه عن العصبة، عن عرق النساء، عن بسم الله عليكم الشر بعيد عنكم، أحيان يقولوا له في مرض السرطان، هني نسميه اللصة. اللصة يجيبونها يخبنونها ويحوطونها بالوسم. أحيان يسمون مرض الخبيث اسمه السرطان، هذا الماي الجسم الإنسان ينترس ماي، يوسمون عنه، يوسمون عنه فوق الرأس. جزاك الله خير الوالدة. إذا مشاهدينا عودة الآن إلى الزميل محمد في الاستوديو. محمد لك الكلمة. إذا مشاهدينا الكرام نشكر في هذه اللحظات الزميلة شماء المازمي وكذلك ضيفتها الكريمة، ومتواصلين معاكم وإلى فقرتنا الأخيرة، حيث الندوات الثقافية وورش العمل المصاحبة والبرامج الأكاديمية التي تقدم من خلال ورش العمل هذه في خطوة لا شك بأنها تضيف الكثير للإدارة الأكاديمية لمعهد الشارقة للتراث، وحول مشاركة الإدارة الأكاديمية لمعهد الشارقة للتراث في الندوات المصاحبة وفي ورش العمل وفي كذلك الندوات الفكرية. يسرنا استضافة الدكتورة بسمة كشمولة نائب مدير الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث. مساك الله بالخير دكتورة وحياك الله معانا. يا هلا فيك أستاذنا الفاضل، مساء النور والسرور. يا مرحبا حياك الله. الله يخليك يعني أستاذ محمد. لا شك بأن مشاركتكم مهمة
فيها ترسيخ لأهداف أيام الشارقة التراثية من خلال ما يقدم في هذا المعهد. نود أن نطلع السادة المشاهدين على أبرز ما يقدم من خلال الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نشكر المنظمين معهد الشارقة للتراث ونشكر قناة الشارقة على الاستضافة برنامج أماسي. حقيقة السنة هذه أيام الشارقة التراثية هي رقم 19 للتراث والمستقبل. الإدارة الأكاديمية كان لها دور كبير في هذه المشاركة، لأن إحنا عندنا حزمة من البرامج والمؤهلات الوطنية المعتمدة، وعندنا حزمة من المحاضرات اللي تعمل هدفها الأساسي قبل أيام الشارقة وخلال أيام الشارقة وبعد أيام الشارقة، هي نشر الوعي الثقافي. فكلمة التراث والمستقبل كثير كانت لنا كثير دور كبير، لأن كانت مساهمتنا كبيرة في هذه السنة. ساهمنا في كثير من المحاضرات والندوات، وليس فقط في مقر أيام الشارقة في قلب الشارقة، ولكن كان في كل الأفرع لمعهد الشارقة للتراث كان للإدارة الأكاديمية حضور متميز. كانت الخطة عندنا في هذه السنة أنه نجذب الباحثين والمهتمين في التراث الثقافي في كل منطقة من إمارة الشارقة، يعني من منطقة كلباء، من منطقة الذيد، من منطقة خرفكان، من كل هذه المناطق كنا نستقطب الباحثين والمهتمين والدكاترة الكبار من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكونون هم الأشخاص اللي نتحاور وياهم ويرفدون بمعلومات عن التراث الثقافي. فحقيقي كانت هذه السنة هي سنة مميزة، لأن استخدمنا أسلوب المركزية واللا مركزية، وحاولنا أنه نعمل عملية تنشيط للأفرع التابعة لمعهد الشارقة للتراث متمثلة بالبيئة المجتمعية المحيطة فيها. يعني من منطقة الذيت كان عندنا باحثين متخصصين، دكتور الطنيجي، عندك من منطقة خرفكان أستاذة فاطمة المغني النقبي، عندك أيضا منطقة دبا أيضا كانت لدينا مساهمات ومشاركات. إضافة لهذا، كان من ضمن الخطة اللي موجودة في أيام الشارقة الإدارة الأكاديمية أنه إحنا كان مشاركة ومساهمة أعضاء هيئة التدريس والباحثين اللي موجودين في الإدارة في أن يتنقلون مو فقط في قلب الشارقة، وأيضا يقومون بإلقاء محاضراتهم في المدن والمناطق المحيطة في إمارة الشارقة، فكان هذا لها دور كبير. دكتورة، تحرص الإدارة الأكاديمية على طرح البرنامج الأكاديمي كما هو ملاحظ في كل مشاركة من مشاركاتها في أيام الشارقة التراثية. هذا العام ما الذي يميز البرنامج الأكاديمي؟ التمييز اللي صار حقيقي في البرنامج الأكاديمي أيضاً أنه حاولنا أنه نعمل عملية تنشيط للبرامج اللي موجودة عندنا في الأفرع. يعني بدينا بعملية تسويقية نتكلم بها بصورة مكثفة على البرامج المطروحة في المعهد، على المؤهلات المطروحة في المعهد، نقدم لهم بروشورات، نعرض نماذج من الكتب الخاصة في المناهج التعليمية. اختيار المواضيع دكتورة؟ اختيار المواضيع كان اختيار دقيق، لأن احنا كنا نركز على نشر التراث الثقافي، نربط ما بين التراث الثقافي وكيفية تطبيقه في الحياة العملية، لأن اسمه التراث والمستقبل. يعني مثلا آخر محاضرة ألقيتها يوم السبت كانت عن الأساليب الناجحة لإدارة القيادة المؤسسات الثقافية. يعني احنا كنا نربط ما بين أنت كيف تكون قيادي ناجح ولكن في مؤسسة ثقافية، مؤسسة تكون مهتمة في التراث والثقافة، فهذا بحد ذاته كان جمع ما بين الماضي والحاضر. حتى التنسيق مع المحاضرين أتوقع يعني مسألة مهمة بالنسبة لكم، أكيد يتم التحضير لها مسبقا. أكيد، يعني إحنا حتى المحاضرين اللي شاركوا في أيام الشارقة التراثية من الإدارة الأكاديمية من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الأستاذة الدكتورة بزة الباطني، الأستاذ الدكتور محمد الجويلي، الأستاذ النجداوي اللي هو كان مدير الإكرم في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقي إحنا كنا نجذب ونستقطب مواضيع متنوعة بالتراث الثقافي وما له علاقة، يعني ما له علاقة هي من التطبيقات الحديثة للتراث الثقافي، منها المتاحف، منها كيفية صياغة القصة والأساطير الشعبية. فكنا نتطرق وكيفية، يعني احنا ايضا عندنا من المحاضرات اللي راح ينطيها سعادة الدكتور عطاء عبد الرحيم اللي هو كان عميد كلية الاتصال سابقا في الجامعة القاسمية ومدير مركز التعليم المستمر والتدريب والتطوير، عنده محاضرة عندنا إن شاء الله يوم الخميس عن الإعلام الرقمي وكيفية صيانة الهوية الثقافية. وطبعا هذا إحدى
الأهداف اللي كانت تسعى إلها الإدارة الأكاديمية من خلال تنظيم مشاركات الباحثين في الدورة 19 لأيام الشارقة التراثية. يعني لغاية اليوم كيف تقيمون مشاركة الجمهور في هذه البرامج؟ من 100؟ من 100 طبعا، من 100 ومن 10. 85%. ما شاء الله، لغاية اليوم. لغاية اليوم. يعني الصدى اللي لاقته مثل هذه البرامج. اللي جذبني. أنا كان الأسبوع الفات عندي زيارات لكل مواقع الإدارة الأكاديمية في المدن. في دبة، وفي خرفكان، وفي كلباء، وفي الذيت. وفي قلب الشارقة موجودين. صحيح. اللي شفته في هذه السنة هاي المشاركة. إنه عملية استقطاب الجمهور كانت كبيرة في الأفرع. ما شاء الله. يعني أنا البارحة كان يوم السبت كان عندي المحاضرة في دبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حضر المحاضرة أفواج من البشر. شيء يعني ملفت. أكثر من 25 شخص وبرا واقفين ينتظرون منهم سعادة الأستاذ خميس بن سالم السويدي، مدراء الدوائر اللي موجودين في دبة، الجمهور كان متلهف. الشيء اللي شفته واللي جذبني يا أستاذ محمد إنه الناس اللي هم اللي مسوين متاحف شخصية هم من الدارسين في المؤهلات الوطنية وفي البرامج المطروحة في المعهد. ما شاء الله. يعني فهذا الشيء يعني من مريت قالوا لي سوي جولة، فسويت جولة كله معرفهم، يمكن الاسم ما يحضرني لكن أنا شايفتهم. دكتورة هاي أهلا، هاي يعني كانت نائب مدير الفرع تتجول يقولوا لها هذا اللي احنا تعلمناه في معهد الشارقة للتراث. يعني فهذا حقيقي يعني خلق دافعية عندنا، راح إن شاء الله نترجمها في اللقاءات القادمة وفي أيام شارقة قادمة إن شاء الله بتطوير ومشاركة أكبر في الأفرع وفي قلب الشارقة بإذن الله. ضمن البرنامج الأكاديمي كذلك هناك ورشة من الورش اللي فيه عليها إقبال كبير في كل سنة، الورشة الخاصة بترميم المخطوطات. نعم. يعني أود أن أتوقف عند هذه الورشة، وهل هي متاحة للجميع؟ حقيقي إحنا هاي الورشة طبعاً لو تروح على كثير من المؤسسات هذه الورشة ما تعطى يعني بدون مقابل، لكن إحنا من إحدى مساهمات معهد الشارقة للتراث في تنشيط وخدمة الوعي المجتمعي أنه عندنا هذه الورش مفتوحة للمجتمع كاملة. إضافة لهذا إحنا مو فقط عندنا عملية ترميم المخطوطات، ورشة ترميم المخطوطات، وإنما لدينا أيضاً عرض المقتنيات والمخطوطات الشخصية لسموه الشيخ سلطان القاسمي. نعم. يعني إحنا في كل موقع عندنا زجاج ومحطوط فيه المخطوطات لسمو الشيخ، ونعرض الزائرين على هذه المخطوطات نطلعهم، إضافة إلى برنامج ترميم المخطوطات. في عندنا الرسم على الماء، في أيضا عندنا إحنا المشاركة لأيام الشارقة التراثية مو فقط على مستوى الأدلت أو الناضجين، حتى على مستوى الأطفال ومستوى المراهقين إحنا عندنا ورش لكيفية الرسم التراثي على الفحم. فطبعا إحنا عندنا دكتورة متخصصة المهندسة وفاء داغستاني تساهم فيها. نعم، أنا سعدت بوجودك معي دكتورة بسمة وبهذا اللقاء، أتمنى لكم كل التوفيق في الإدارة الأكاديمية. شكرا جزيلا. سواء هنا في مشاركتكم هذه أو كذلك في المشاركات الأخرى للأيام أو للمعهد في بقية مدن ومناطق الإمارة. أشكركم شكر جزيل نيابة عن معهد الشارقة للتراث. بارك الله فيك. حياكم الله. الله يسلم. الله يخليك. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة وهذا النقل المباشر والحي لأيام الشارقة التراثية من هنا من قلب الشارقة، إلى أن نلتقيكم يوم غد، لكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.